ثلاثة كمان ماشي للرابع، وحيتجاوز الكمين بإذن الله، وحينتصر وحيعدي ومتحرك حسي. تمام، تعقيد العملية العسكرية في الجزيرة هو ده اللي ساهم في تأخيره، لكن الجيش متحرك، بقى في كمين بيطلع، بقى في كمين بيطلع، بيجي بجاي سنار، بيجي بجاي التقدم من كل المحاور. طيب الكارت بتاع الجزيرة ده عشان يفاوض به الدعم السريع قبل يوم 18 احنا نكون حسمناه. التعليمات الماخذة للقوات المسلحة في الميدان انها تتحرك، وانه تعليماتها في يدها، وانه توجيهات السيد القائد العام، لا احنا بنقول لهم تعليمات الشعب السوداني عشان نعدي من الازمة والمؤامرة بتاع جدة. كروت الدعم السريع في التفاوض نقللها. عندنا الكارت بتاع التفاوض الثاني في دارفور، ممكن ناخذ التقرير بتاع دارفور الليله والعمليات العسكريه والقوات المشتركه عمل شنو. قال لك خسائر ميليشيات الدعم السريع في معارك غرب الفاشر التي اليوم حتى اللحظه، مقتل مئات على يد حركات الكفاح المسلح، حرق 27 موطر يتبع للجنجويد، استلام 13 منهم، تم تدمير 17 عربه قتاليه منهم 3 عربة مدفعية، 23 2 بوكسي، و12 عربة دوشكا، ولا زالت المعارك مشتعلة، سنوافيكم بالتفاصيل. وهكذا من بي السودان تريبيون. القوة المشتركة التي تشن هجوما كاسحا على ميليشيا الدعم السريع وحلفائها في غرية المجذوب وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيا، تصل 80 قتيلا بينهم قائد ميداني. قوات الدعم السريع المتمردة تجتاح غرى غرب الفاشر وتقتل العشرات، وموجة نزوح كبيرة نحو الفاشر المدينة بعد حرق القرى. طوالي بعديها شنو؟ قامت القوات المسلحة الإنجاز الحسي أنا قريته ده بتاع صدت للهجوم، خسائر ميليشيا الدعم السريع في معارك غرب الفاشر، مقتل مئات على يد حركات الكفاح، حرق 27 موطر، استلام 13، تدمير عدد 17 عربة قتالية منهم 3 عربة مدفعية، 2 بوكسي، و12 عربة دوشكا، ولا زالت المعارك مستمرة. المعارك دي خففت من كروت ضغط الدعم السريع في تفاوض. يعني الآن المعركة انتقلت له في مواقعه مشاة. كنا شغالين فيهم طيران الفترة اللي فاتت بنضرب مخازن السلاح الإماراتي وبنضرب شحنات السلاح. الآن بقت العمليات عسكرية وشفتوا جودات ظهور جودات في الفاشر ده إنه معاني كثيرة يا أخوان. جودات شغله ما في جبيت ولا في كرري ولا في الخرطوم ولا في بحر في الإشارة، جودات شغله في نيالة، تكوين الحركات دي المسلحة وانضمام القوات المسلحة وتكوين قوة مشتركة، والقوة المشتركة الآن بتحارب في الدعم السريع داخل معاقله مشى. الكلام ده أفقد الميليشيا عنصر القوة حقها اللي هي دي مناطق سيطرتها، بقت الآن تدخل في معارك مشى. دخلت في معارك مشى، انقطعت خطوط الإمداد حقتها للجزيرة، لضنقلة، لمروي، لكسلة، للقضارف، للخرطوم. ما أنت مشغول في معركة الآن في الفاشر وفي معارك في نيالة وفي الضعين وفي الحدود مع تشاد اللي هي احنا مسيطرين عليها بالطيارات المسيرة والطيارات بتاعت الاستطلاع اللي بترفع احداثياتها. يعني الجيش قبل اسبوعين ضارب له 60 شاحنة فيها مسيرات واسلحة متقدمة وكورنيت، عرفناه كيف ما عندنا هناك احنا الحدود مع تشاد دي ما قافلينها بالجو. الحدود في تشاد دي احنا قافلينها، ودليلك شنو؟ انه قجة ما جرجع اللي زاه. إعلام الدعم السريع وإعلام قحط العشرة أنفار ديل، فرس النهر وشبشب الملك والسفيه الحمدابي وغيره، لما يطلعوا يتكلموا عن إنه الإذاعة دي عبارة عن دكان، قلنا لهم دكان ورادي وأريل، ما تيجوا ترجعوها. ما رجعوها ليه؟ قوات الدعم السريع بتعتمد في عقيدتها القتالية على شنو؟ على الفزع، الهجوم السريع. ناس اتعصروا في حته بابا باب بدوروا تاثيراتهم بيمشوا بيحصلون. لماذا لم تستعيد قوات الدعم السريع المواقع الكم 80 موقع الخسارات في مدرمان؟ لماذا؟ ما عندها خطوط امداد لانه داخله في معارك في معاقل وجودها. انقذون كيف؟ انقذون بانه احنا والله داخلين نقدم مساعدات في دارفور، لماذا لم تقدم المساعدات في مؤتمر فرنسا الى ام درمان او بحري او الفتيحاب او الصالحه المحاصره او الجزيره؟ ليه مشوا دارفور تاني؟
ليه بس فتحوا ملف دارفور؟ لانه دارفور دي معقل الدعم السريع، دارين ينزلوا ليه وينداد. اذا احنا اعترضنا على وجود الشاحنات بتاعت المساعدات الغذائيه الجايبها فرنسا والتقدم، هيقولوا لنا والله الجيش يعيق الحركه، نزلوا لنا الفصل السابع ونزلوا لنا الامم المتحده. فهمت اللعبه؟ دارين نحصل الدعم السريع في مواقع. الدليل انه الدعم السريع ده حس احنا عندنا 10 متحركات في ولايه الجزيره، بنقاتل في القوه الموجوده في الجزيره، ما جات امداد. القوة الموجودة في الجزيرة بتتحاصر في الشبارقة، بتمشي تفتح لها مخرج في بيكا، ايش بيكون احنا داخلين بيكا 80 عربية، داخلين ما عارف كوبري بيكا، حندخل سنار من الشرق، قالوا سنار وما عملوا حاجة في سنار، سنار اتصدوا ليهم المواطنين. مدمرين ليهم 4 شاحنات بتاع السلاح، مش مدمرين، استغفر الله، استلموها وسلموها للجيش. لما المواطنين على صوت والإعلام والناس قالوا يا أخي شرق سنار المفروض الجيش يتحرك، اتحركت قوات من القوات المسلحة وجهاز الأمن، دفاعات متقدمة في شرق سنار، الدعم السريع كان بخشها. هسه اسمع مني، مش بقول لك شرق سنار وحصل تواطؤ وحصل ما عارف حصل، القوات المسلحة ما بتقدر تدخل شرق سنار، الدعم السريع ما بيقدر يدخل شرق سنار. مشوا هبشوا شرق سنار، افتحوا لهم مخرج من العصر اللي عصروها في الشبارقه والمدينه عرب. ما زول داري يموت يا اخواننا، ما بفرفر بفتش له في مخارج. هسه الحركه اللي عملها قج الليله دي في اللايف، الشكل الشاكل في اللايف، انا ما سمعته، تعالوا نسمعه. قج مش الصور في مطار بتاع رش، عمل له فيديو كان بعاين في السماء ومقلق ومتوتر وسريع سريع مشى. هسه قج اقول له صور لنا في المطار ده ثاني، انت مش قلت سيطرت عليه مطار بتاع رش؟ هسي قد يخليه يصور فيه، ما بيقدر. قد ما بكون قاعد هناك، لأن إحداثيات المنطقة دي اترفعت للمدفعية، سلاح الطيران ما بيقدر يقعد هناك. خلافه إن الليلة في لايف علني شاكلوا، أنا نزلت الفيديو وما ما سمعته. قالوا شالوا منه السلاح، الشاكل مع زول بس نشغله. سامعين الشكلة دي؟ ده قجة في لايف، الناس بيقولوا له يا أخي بتتكلم كيف عن سيطرة وما سيطرة، وعندنا ناس هنا سلاح شالوا. إخوة الدعم السريع بقت تشك في روحها، بتشيل السلاح من المقاتلين بتاعينها. هذا الشكل لايف، خشوا صفحة نبأ السودان بتلقوه، وهذا أنا منزله ليكم نسمعه. شفت الشكلة بتاعتهم؟ جعل الله يعني أعداء في نحرهم. قوة زي دي أنت بتتكلم عن سيطرة الدعم السريع وإمكانياته، وقوات الدعم السريع عقيدتها الفزع، ما قدروا يجوا الكدرو، ولا قدروا يجوا المصفى، ولا قدروا يجوا شارع بارة، ولا قدروا يجوا الأبيض، هجوم المتقطع. وين 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 الهجوم المكثف بتاع كل دقيقة الهجانة قبضين منهم 20 عربية، 27 تاتشر، 35 معارف مدفعية؟ وين الكلام ده؟ وين قوات الدعم السريع؟ ما في حاجة إلا تنقذها سياسيا أو تنقذها عن طريق المساعدات اللي بتتكلم بها الأمم المتحدة وفرنسا وتقدم. كل الفكرة إنه تقدم جاي تنقذ ما تبقى من الدعم السريع، لأنه الحرب دي وصلتهم في معاقل، وصلتهم في بيوت، وصلتهم في مستودعات، وصلتهم في حاميات. وين عبد الرحيم ده قالوا؟ أين عبد الرحيم ده قالوا؟ عبد الرحيم ده قالوا بتسمع أخبار متقطعة، بيقول لك اجتمع مع إدارات أهلية، دارين نكون ودارين نفعل ودارين نسوي، دار تعمل شنو أنت؟ دار تعمل حكومة مدنية، حتجيبها كيف الحكومة؟ السيستم ما عندنا. السيستم ما عندنا إحنا ديل، أنت حتعمل بها شنو؟ هتقعد تكون عايش على المساعدات؟ يعني دولة دارفور، دارفور دي باعتبارها دولة. 7 ولايات
هتقعدوا تقضوها تحكموا المواطنين يا دعم سريع بالمساعدات؟ دار تبيع شنو انت؟ هتنتج ثروات من دارفور؟ هتبيعها بياتو شارع؟ هتطلعها بوين؟ بياتو مينا؟ الدخل في دارفور هيكون كيف بدون علم الجيش ودون علم الحكومة؟ دار تصدر صمغ لمنو انت؟ الصمغ اللي بتشيله فرنسا دي عندها 7 مصانع بس من الهشاب حقنا ده. هسه فرنسا مع راسها مسخن. فرنسا المصدر الاول والمصنع الاول بتاع الصمغ العربي. والله العظيم لو ما عارفين عارفوا. عندها مصانع قايمة عليها اقتصاد غير اقتصاد بتاع شركة ارياب اللي بيسرقوا في ذهبنا ده. عندهم مصانع قايمة على الصمغ العربي، راسهم مسخن دايرين يشيلوا حصصهم. تاني ما في بيبسي، تاني ما في كولا، ده ما كله صمغ عربي. هي فرنسا المنتج الاول بتاع الصمغ ده بالمناسبة، اكبر 7 مصانع في الكوكب ليوم الدين فرنسية. المنتج اللي بيشيلوه بدماء الشعب السوداني ده يقتلوا الناس وخلوني يفتتنوا ويتحاربوا، يجي يشيلوا القنطار بدولار ودولارين، يمشي يبيعوه ب3 و4 ألف دولار. الكلام ده انتهى. الدعم السريع ما عنده القدرة انه يدير له دولة او ينشئها، مصادر الدولة وصناعتها ما حتتم الا سياسيا. الحاجة اللي بتضرب الشعب السوداني والقوات المسلحة في معنوياتها كلمة واحدة، تفاوض. الجيش في الميدان ما في زي اللي بيقدر عليه. والله جه بعد اسبوع، جه بعد شهر، الجيش في الميدان ده منتصر. ما بتقدر عليه الا تفتح ليه موضوع بتاع جدة. المشى جدة طالب بجدة منه؟ الدعم السريع. المشى الايجاد طالب بالتفاوض منه؟ الدعم السريع. المشى مصر طالب بالتفاوض منه؟ الدعم السريع. المشى ليبيا طالب بالتفاوض منه؟ الدعم السريع. والمشى البرهان حسب موضوع ليبيا. قال له لا في تفاوض لا في مبادرة، سمعتوا بقى تاني؟ ما هوش كان اعلام الدعم السريع والحرية والتغيير والغحاتة يقول لك المبادرة الليبية؟ اللي بيفتش في قرارات الأمم المتحدة منه؟ الدعم السريع. اللي بيفتش في مؤتمر فرنسا منه؟ تقدم. الدعم السريع. احنا مشينا فتشنا حاجة زي دي؟ احنا شعارنا واحد وكلام واضح ومنتهي. قالوا منه؟ قالوا البرهان. سمعتوا انتوا لما قال شنو؟ ما في زول بيحفظ لنا حقنا الأدبي. والبرهان أصلا قال الناس زي ما قاعدين يدبلوا، ما قاعدين يدبلوا. أنا قمت طلعت الهاشتاج بتاع دبلوا، قلت السيد القائد العام قال لكم دبلوا، ولكن شاله هو وبقى يجدع بقى والتلفزيون وبتاع نقطة صدر جديد. هاي بس الواحد يعني بس اللي يمشي الجزائر. اسمع السيد القائد العام قال شنو؟ ما في مفاوضات، ما في مفاوضات، ما في سلام، وفي جنجبيل قاعدين. الله أكبر. ما في مفاوضات، ما في مفاوضات، وفي متمردين قاعدين. الله أكبر. ما عندنا حل، حلنا واحد. ونحن كلنا متفقين عليه. سودانيين ومواطنين متفقين عليه. انه حلنا بالدبل كمان مرتين. بل بالدبل. سمعتوا الكلام ده؟ هيطلعوا لنا حس يقول لنا والله البرهان عنده المتغطي بالبرهان عريان انت والله. بس الكلام ده قولوا لي، قول لي فيه غلطة واحدة. بتقول الزول كلام ما قاله، كلام قال لك لا في تفاوض لا في سلام مع في وجود الدعم السريع، ده شرطه الأساسي. وقال الكلام ده متفقين عليه والسودانيين وبالدبل كمان، بالدبل دي بتاعته. اسمع الحتة العجيبة دي بالله. الحاجة الوحيدة اللي بتضرب معنويات الشعب السوداني والقوات المسلحة هي كلمة تفاوض. هو ده جاي حسمها لهم هنا، جاء الكلام ده قالوا لهم وين؟ الكلام ده قالوا وين يا اخوان؟ في كرري. ما في مفاوضات، ما في مفاوضات، وفي متمردين قاعدين. الله اكبر. ما عندنا حل، حلنا واحد. ونحن كلنا متفقين عليه، السودانيين والمواطنين متفقين عليه. انه حلنا بالدبل كمان. بالدبل بالدبل بالدبل. قال لي انا قال لك بالدبل ما بالبلساي، بلساي دي البرهان خلاه. البرهان خلاه قال لك ما اسمع 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 اسمع. اسمع. اسمع ذلك الله. ما في سلام وفي جنجبيل قاعدين. الله اكبر. ما في مفاوضات وفي متمردين قاعدين. ما عندنا حل، حلنا واحد. ونحن كلنا متفقين عليه. الحل شنو؟ متفقين عليه. الحل شنو؟ حلنا بالدبل بالدبل بالدبل. ثاني في اي كلام؟ اي كلام ثاني؟ في اي مجمجه، في اي استبنى، في اي زول ما سمع الكلام بتاع البرهان ده؟ في اي زول المعلومه دي ما واضحه له وقال ما في سلام والمتمردين قاعدين، ما في تفاوض والجنجويد قاعدين في بيوتنا وفي غرانا وفي مدننا، حلنا واحد ومتفقين عليه.
الحل وسكت. الحل في شنو؟ الحل في البلا يا صاحبي. انت ده عشان غسانك طاح يعملها صوتنا معاه، خليني نجيبه. ما في محاولات، ما في محاولات في المتمردين بعدين. ما عندنا حل، ما عندنا حل، حلنا واحد بل، ونحن كلنا متفقين عليه بل، المواطنين متفقين عليه بل، انه حلنا في البل بالدرب كمان. حيانا حيانا يعني في اي استبنى، اي دمندش، اي اثنين ما فاهمين حاجه، قال ده راي الشعب السوداني متفقين عليه. الحريه والتغيير اللي بتتكلم باسمنا ما تنزل الميدان تاخد تفويض.